صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الهم أو علمته في حديث دعاء الهم أو علمته أحدا من خلقك؟ كيف؟ يقول أحسن الله إليكم: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الهم أو علمته أحدا من خلقك؟ يعني الاسم من أسماء الله، لأن أسماء الله منها ما بينه الله لنا ومنها ما استأثر بعلمه ولم يبينه لنا. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله على قسمين: قسم علمنا الله إياه كما في القرآن والسنة، وقسم استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.